الله وأوحى به إلى الطبيب الحبيب لوقا. الفصل الثاني الآية الأولى وتابع. الناس تقول قصة الميلاد، لأنه في بشر ممكن يتوهموا إنها خرافة وهم. لا، هاي سرد الميلاد. في فرق بين قصة وسرد. تفضل دكتور. وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة. أمر من أغسطس قيصر، اللفظة اليونانية هي دوغما. دوغما هي اللفظة الرسمية كمان للعقائد. عقائد إيماننا نسميهم دوغما، دوغماتا، دوغم، دوغمز بالإنجليزي. ولكن مش بمعنى الأمر المرسوم الإمبراطوري، إنه مجبورين تآمنوا بهاي العقيدة غصبا عنكم، فهمتوها ولا ما فهمتوهاش. لا، إحنا زي ما بقول برضو السيد المسيح بيقول إنكم تتفحصون الكتب لعلكم تجدون فيها الحياة إنها تتكلم عني. القديس بولس في رسالته لأهل روما بيقول قربوا، فصل 12 آية 1، قربوا أجسادكم لله ذبيحة هي عبادتكم العقلية. العقلية باليوناني لوجيكي، لوجيك، العقلية، العبادة العقلية، العبادة المنطقية. حتى ولو في كثير ناس بتوهموا انه المسيحية ما فيهاش منطق، ما فيهاش عقل، خلص آمن. ثالوث أقدس آمن، آب ابن روح قدس، ثالث أقانيم لا واحد آمن، خلص فهمت ولا عمرك لا تفهمها البعيد. لا، في منطق، مش انه غصب عنك بدك تؤمن. زي ما قال القديس أغسطينوس، كريدو اوت انتليجام، أؤمن لكي أفهم وأفهم لكي أؤمن. العقل يبحث عن الإيمان، والإيمان يبحث عن العقل. طيب كيف قصة الثالوث هاي؟ الله كلمته روح، مش واحد وابنه وصديقه. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة هو الله. إذا هي الآب والابن، الله وكلمته. الله المحب، الله المحبوب. حتى في ناس بيقولوا إنه هذا معنى الرحيم. الرحيم حسب الأرامي، حسب السرياني، من فعل رحام يعني أحب. إذا رحيم يعني محبوب، الرحمن يعني المحب. إذا الله المحب المحبوب. في ناس بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم كانت البسملة المسيحية كمان، منهم الأب يوسف عون. إذا إحنا عندنا دوغما، عقائد إيمانية نؤمن بها ليس بعجز العقل بل مع العقل. وشو اللي بخلينا نآمن بما يفوق العقل؟ الثقة بالله الذي لا يغش ولا يغش. هلا كثير أشياء في حياتنا ما بنفهمهاش، ومع ذلك مش مستعدين نرفضها. كيف تمشي هاي الكاميرا؟ أنتوا فاهمين؟ أنتوا فاهمين؟ شايفين قديش زغنوني هالقد؟ كيف بتصورني؟ كيف بتصورني؟ وأنا أحكي وهي اللي بتمسخر عليها مش قاعدة تحكي إشي. كيف بيشتغل الضوء؟ الطيارة كيف تشتغل؟ بجمال أكم الطيارة لازم أعد. كيف الطيارة بتشتغل؟ أنت عمركم عرفتوا كيف تشتغل الطيارة؟ في ناس منكم سافروا بطيارات ولا لا؟ هل قلت أنا بطلعش بالطيارة إلا تطيرجي فاهمني كيف بتشتغل؟ معناها راح تضلك تزحف زحف مش تمشي مشي. شو بطلع، شو بطلعكم بالطيارة؟ مرة قلت لمضيف، أنا قلت له بالمزح هيك، الشركة الفرنسية
il faut être fou pour monter dans ces engins là. قلت له الواحد لازم يكون مجنون حتى يطلع بهيك آلة. انا بقول له صار يضحك. قال لي حوادث السيارات اكثر من حوادث الطيارة. اما عمري انا فهمت الطيارة كيف تشتغل. السيارة قديش عندكم سيارات؟ بتعمل هيك ولا بتشتغل؟ شو اللي بشغلها؟ عمركم فهمتوا انتم؟ الكمبيوتر هذا اللي احنا مبسوطين له كيف بيشتغل؟ كيف بتقول له بتحط كلمتين هيك بجاوبك؟ زي هذاك اللي وقف قدام الكمبيوتر قال له شو في ما في؟ الكمبيوتر انحرق. يعني انتوا معي؟ اذا ماذا نستنتج او ماذا يعني الفكره الاولى؟ انه فعلا ضغمة كانت تعني امر، ولكن لما الكنيسة بتقول عنا عقائد ضغمتا لا تعني أوامر، تعني عقائد نؤمن بها قد ما بنقدر بالعقل، والإشي اللي يفوق العقل برضه بنقبله زي الطيارة والكمبيوتر والهذا، لأنه الله اللي علمنا إياه لا يغش ولا يغش، والكنيسة هي بيت الله الحي عمود الحق ولا الضلال؟ عمود الحق وركنه. 1 تيموثاوس 3:15. من مين صدر الامر يا دكتور؟ من اغسطس قيصر. يا حبيبك طبعا شو كان اسمه؟ اغسطس. ما كانش اسمه اغسطس. ما كانش اسمه اغسطس. اغسطس هذا او اغسطس هذا لقب. تسمع عن مستشفى الاوغستا فيكتوريا. اوغستا يعني الجليله. أوغسطس الجليل هو اسمه أوكتافيانوس. أوكتافيانوس من أوكتو يعني 8، ربما لأنه كان الطفل الثامن. الرومان لما كانوا يفلسوا ما يعرفوش يسموا أولادهم، يسموا بريموس سكوندوس ترتيوس الأول الثاني الثالث، عمل ما يجيبوا فريق فوتبول ما كانش في فوتبول. طيب المهم، إذا اسمه أوكتافيانوس. لما صار إمبراطور برضه ظل اسمه أوكتافيانوس، ولكن حسب ما بذكر ما كنتش معهم أنا، سنة 29 رحب أبو خالد أبو خالد، سنة 29 قبل الحساب الميلادي، سنة 29 قبل الحساب الميلادي مجلس الشيوخ الروماني أعطاه لقب أوغسطس يعني الجليل. كان رجل حرب. من ألد أعدائه مين كان؟ أنطونيوس. إذا بتسمع عنه أنطونيوس اللي وقع في حب مين؟ كليوباترا، وانتصر عليهم في معركة أكسيوم. هذا قبل طبعا. المهم انه زهق الحرب، زهق الدم، زهق القتل، قال خلص بدنا سلام، وفرض السلام الروماني. وفي فترة السلام الروماني ولد السيد المسيح ديكلاراتيو باكس رومانا. باكس رومانا، باكس رومانا، السلام الروماني. ويبدو انه في حياة السيد المسيح ما كانش فيه ولا حرب، لأنه هو أمير السلام، بل هو السلام كما نقرأ في ميخا 5:5. شوفوا العبكرية اللي عندي، ميخا 5:5 أني آية برضو 5 عيدك الشمال. يعني السلام مع اليهود يعني وقتها كان اليهود كانوا مختلفين. اليهود ما كانش لهم أي كيان. اليهود كانوا مسحوقين تحت الاحتلال زي ما هم محتليننا اليهود. انما ايش كان في ثورات؟ في والي اولياء رومانيين ولا رومانيين ما كانش في عفوا. بعدين ايش صار عند اليهود؟ كيان عن طريق ملك نصكم، يعني ملك نصكم اللي هو اعطوه هيك لقب ملك اليهود اللي هو هيرودس. وهيرودس هذا اساسا مش يهودي، ادومي. هو ادومي، والده أنتيباتر تهود. محمد السيدي
هذا بيلاطس. بيلاطس نعم. إذا كان في الواقع ملك أدومي على اليهود، ولكن يسمى إيش؟ إنه خلاص صار يهودي. بدناش ننسى إنه في اليمن كان في ملك يهودي، ذو النواس اعتنق اليهودية، هذا الحكي في القرون الميلادية. فضلاً وهذا الكتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. طيب شو هالقصة هاي؟ الإحصاء أو الاكتتاب؟ الإحصاء أو الاكتتاب؟ الإحصاء أبوغرافي إلو كان عادة عدة أسباب، ومن الوثائق اللي اكتشفوها في أنقيرة، أنقيرة يعني ما يسمى بأنقرة اليوم، تيفولي جنب روما، وفي أماكن تانية إذا مش بخط يد أغسطس قيصر، إنما على الأقل في عهده كان في إحصاءات. لما الإحصاء؟ الضريبة الجيش حتى يعرف قديش في رجال ممكن انه يحملوا السلاح اذا في حرب. متى جرى هذا الاحصاء؟ تفضل. اذ كان كيرينيوس والي على سوريا. اوه هون عندنا مشكلة، لانه بيقول لك انه الاحصاء اللي انعمل وكيرينيوس والي على سوريا تم بعد ميلاد المسيح بما لا يقل عن 9 سنوات. إذا هل القديس لوقا غلطان؟ هل يخلط؟ شو القصة؟ لحد الآن علم التاريخ والآثار ما أعطوا جواب قاطع، ولكن خلينا نيجي للنص. بقولنا جرى هذا الإحصاء الأول، ممكن بروتي تعني هذا الإحصاء الأول، بحيث إنه التاريخ بيحكي لنا عن الإحصاء الثاني، ولكن في انطلاقا من قواعد اللغة اليونانية، في اللغة اليونانية الصفة توضع قبل الموصوف. مثلا ما بقولوش ولد مثلا امرأة عفوا جميلة، بقولوا جميلة امرأة الانجليزي. هيك هون ايش مكتوب؟ ابوغرافي بروتي، لازم تكون بروتي ابوغرافي. هذا الاحصاء الاول، اذا في علماء كيف بترجموها؟ وكان هذا الإحصاء سابقا لإحصاء كيرينيوس اللي عمله في سوريا. يعني بروتي كأنك اليوم باليونان الحديث بتقول بروتون، يعني هذا الإحصاء كان سابق لإحصاء كيرينيوس. إحصاء كيرينيوس اللي كان والي على سوريا حصل بعد ميلاد السيد المسيح. ما هو الهدف؟ شوفي طريقة تانية برضو تاريخية نعرف شو الأكيد فيها، إنه كيرينيوس فعلا كان في سوريا ليس والي بل مفوض رسمي. هنا القديس لوقا بيعطيه لقب إيش؟ والي. طيب شو سبب هالإحصاء؟ بعض الكتاب بيعتقدوا إنه هذا الإحصاء كان هدفه خالص يختلف، لا الهدف ضرائب ولا الهدف إيش؟ الجيش. الهدف إنه كتير من هاي الشعوب هون كانت بدها تفعفط، بدهاش الحكم الروماني. إذا هذا الإحصاء شو كان مربوط معاه؟ قسم ولاء للقيصر.
وشوفوا كيف التاريخ بعيد نفسه. بيجينا واحد يعني من مواليد الاتحاد السوفيتي بيعرفش حتى عبري زي البشر، ثلاث اربع خمس ست سبع احرف ما بيعرفش اساسا يلفظها. وشو بطلب من الفلسطينيين العرب اللي موجودين في هالبلد من مئات السنين قبل ما يؤسس ما يسمى بالكيان اليهودي، بده ايش منهم؟ قسم ولاء مقابل هوية، قسم ولاء لا 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 قسم ولاء، وعلى اساس انك ما ترجعش بخاطرك ولا ترجع تكتب. هذا غير ما تتعهد شكل وتؤدي الولاء لا لكيان سياسي اجى بعدك بمئات السنين وعايش على انقاضك وعايش على جثث البشر وقاعد في بيوت. نعم تفضل. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته. هاي هون صار في تفاصيل جديده وانتم قاعدين زي ابو قاسم بياع الخيار، لا الي ولا علي. الاكتتاب مش محل ما انت موجود، مسقط الرأس. عندنا وثائق في مصر القديمة تؤكد او تؤيد هاي الممارسة. انت اصلك عفوا انت اصلك خليلي موجود في بيت لحم، وقت الاحصاء بتروح على الخليل. انا كنت بدي اقول لك خليل والله ولا انت بتحكي فيها. ايوه ابو الوليد عند عفوا ابو خالد عنده خبره مع اصدقاء مع خلايلة ونكت كثير. نعم خصوصا النكت اللي هم بيحكوها عن حال. نعم. فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينة الناصرة. لحظة يا دكتور احنا فين؟ شو معوش خبر؟ القديس لوقا نايم على ودانه انه الناصرة في الشمال وبيت لحم في الجنوب. كيف بقول صعيدة؟ في واحد منكم بقول بدي انزل على عمان ولا بقول بدي اطيح على عمان؟ ها شو بقولوا هون؟ بدي اطيح بدي انزل على عمان. ليش؟ بدي انزل على ريحه ولا بدي اطلع على ريحه؟ بدي انزل بعدين في التلفريك واطلع. ها ولكن اللي هي ايش؟ القدس طالما انها لونها فوق ولا تحت في الثقافه اليهوديه على صعد اقرب الى الله. إذا صعود كل حركة نحو أورشليم صعود، هذا معنويا، وكل تحرك من أورشليم نزول، لأنه مش بس في الشيء المعنوي، في تضاريس المدينة. يعني ما بيقدر الواحد يوصل أورشليم قديما إلا كلا يطلع. عشان هيك كمان عندنا في المزامير نشيد المراقي، المراقي مع لوت. مع لوت يعني لانه لازم ايش؟ ترتقي طلوع. اذا ما غلطش القديس لوقا لما قال صعد من الجليل. بس طبعا كلمة الجليل هاي كلمة ناقصة او كلمة تغيرت، مش اساسها الجليل. اساسها جليل. اساسها وانت السادس قليل هبقويم، دائره الوثنيين من كثر ما كان فيها وثنيين. فبدانا يقولوا قليل هبقويم، شو صار يقولوا؟ هبقليل الدائره، دائره مين؟ الوثنيين. يعني في كثير اسامي بنقول كلمه واحده بس هي اساسها ايش؟ عباره. مثلا في سحور راح على المستوصف، شو اساسها؟ لا شو اساسها؟ مستوصف الروم الكاثوليك. خلص ايه صارت معروفه؟ المستوصف. دائرة الوثنيين قليل هقويم، شو صارت معروفة؟ هقليل
الجليل يعني الدائرة. عشان هيك المسيح كان محتقر لما يعرف انه جاي من وين؟ من دائرة الوثنية. نعم. هلا طالما الحكي عن سوريا مضبوط، معلش نرجع شوي على سوريا. اغلب اذ كان قرينيوس واليا على سوريا، هو هلا سوريا. سوريا كلمة سوريا طبعا الحق مش على القديس لوقا، القديس لوقا حكى زي ما البشر بيحكوا. كلمة سوريا غلط. مين عمل الغلطة؟ اعذروا مين عمل الغلطة؟ طب معكم خبر ليش بفهم على اليونان. امتى؟ في القرن الرابع قبل الميلاد. القرن الرابع قبل الميلاد كان في موبايل ضلوا يدق. كان في القرن الرابع قبل الميلاد طبعا جنود او قادة الاسكندر الكبير تقاسموا هالبلاد ونشروا اللغة اليونانية بعد ما مات سنة 323 قبل الحساب الميلادي. شو بدهم يسموا هاي البلاد؟ طلع على هاي البلاد لقوها بتحكي ارامي. طيب طلع على بلاد بابل لقوها بتحكي ارامي اشوري. اشوري اشوري هو ارامي. بما انه بلاد ارام هاي، ما هاي بلاد ارام كانت تحكي اشوري، شو سموها؟ سوريا. ليش؟ لانها ايش بتحكي؟ ارامي. وطبعا ما فيش شين عند اليونان صارت سين. اذا اشور صارت اسور صارت سوريا. بتعرف يونان مش بعرف مش بعرف بحكي شين بحكي سين. فيش شين في اللغه اليونانيه. ما عفوا ابونا من ممكن الانجليزي لما مرات بدها ترجم سرياني وسوري قريبة جدا السريان وسريان. والله ليش؟ شنو؟ لانه اساس القصة اليونان غلطوا وبلاد ارام هاي شو سموها؟ سيريا نسبة إلى السيريا إلى بلاد آشور. شنو؟ لأنه كانوا يحكوا نفس اللغة بس طبعا بلهجات مختلفة. تفضل. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية. مدينة الناصرة ما كانتش مدينة ولكن أهميتها الروحانية الروحية واعتبار ما سيكون. نعم. إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم. طبعا أنتم بالنسبة لكم إشي طبيعي ولا لا؟ طيب في العهد القديم مدينة داود شو اسمها؟ العهد القديم بعد بعد وأنتم سابقين بعد سنة 1000 قبل الحساب الميلادي مدينة داود صارت أورشليم. يعني أورشليم أورشليم صار لقبها مدينة داود عير دافيد ولا لا؟ اللي هي القدس حاليا ولا بتحكي؟ اللي هي القدس اللي هي مدينة يبوسية اسمها يبوس أو مدينة كنعانية احتلها داود الملك احتلال عسكري. منيح؟ جعلها عاصمة. ليش؟ لأنها مش من الأسباط الاثني عشر حتى ما حدا يغار من حدا. طيب الإنجيل المقدس شو بيصر بيقولنا؟ أني مدينة داود بيت لحم مش أورشليم.
لأنه لا يعترف بالاحتلال العسكري. العهد الجديد بأوضح صورة لا يعترف بإيش؟ بالاحتلال العسكري. نعم مدينة داود لأنه ولد فيها، وإفراطة، هلأ طبعا في مستعمرة إفراطة كمان مستوطنة، إفراطة ومش اسم المستوطنة ولا اسم بيت لحم، إفراطة هو اسم الفرع من سبط يهوذا اللي كان إذا نقول بالعربي الدارج الفخذ بدون مؤاخذة، الفخذ يعني الفرع من سبط يهوذا اللي كان ينتمي له مين؟ يسى والد داود. إذا إفراطة هو إيش؟ فرع من أنو سبط؟ من سبط يهوذا. فعلا بيت لحم مدينة داود يحق أن نسميها مدينة داود بحق الولادة. الولادة بتعطي حق، الاحتلال العسكري إيش؟ ما بعطيش حق ولا بعد مليون سنة. بس أبونا قبل ما يروح داود على القدس مش كان في الخليل 7 سنين؟ برضه نعم، فمطط معاه من الخليل لأنه بمطه سحبت له. لا نعم طبعا 6 سنوات بعد. إذا إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم. شو يعني بيت لحم؟ هاي آخر اسم. كيف؟ هلا في عدة تفسيرات. في أحد الكتاب بيقول إنه بيت يعني معبد، يعني هيكل. وين ما في بيت معناه كان في هيكل، معبد وثني. معبد وثني بعدين طبعا صارت بلاد مسيحية. إذا بيت لحمه، لحمه من اللي منها كلمة ملح محر، يعني بيت يعني هيكل لحمه اللي هو إله حرب كنعاني محلي. إذا المسيح اللي بولد في قرية فيها قرية فيها هيكل للمعبود لحمه، هو بيكون السلام وهو أمير السلام، بغير الحرب إلى سلام. في ناس تانيين بنسبوها للآرامي، بيت لحامة، ولحامة يعني الغذاء. قبل ما نقول الخبز لسه الغذاء، بتلاحظوا هاي المنطقة بيت لحم بيت جارة بيت سحور هي عبارة عن واحة بصحراء. إذا الغذاء وين كان؟ هون. أي إنسان بده الغذاء، ولحديت قبل 40 سنة أو قبل 50 سنة ما كانش فيه إشي. كل القرى هاي أساسا ما كانش فيها كهرباء. الغذاء وين كان؟ لحديت قبل 60-70 سنة وين كان الغذاء؟ والبراري بتعتمد على ايش؟ في مطر، ما فيش مطر فيش اكل. اذا بيت لحامة، واخيرا بيت لحم يعني بيت الخبز. المهم ما تصيرش بيت لحم بالعربي بيت اللحم اللي الناس بلحموا بعض واللي الناس فيها بقتلوا بعض زي ما صار مع الاسف مؤخرا. لكونه من بيت داود وعشيرته. بتقول لي ايه؟ كيف من بيت داود وعشيرته وهو نجار ولا لا؟ ايه؟ طب داود كان ملك ولا لا بابا؟ بتتذكر ابونا منصور الله يرحمه؟ ابونا منصور واحنا هنا في الدير اللي هلا هو دير الرهبات، من غير اليوم شو كان يقول لي؟ كان يقول لي انه هو نفسه في بيروت مره طلع مع شوفير. تعرفوا مين كان هذا السائق؟ كان احد ابناء السلطان عبد الحميد.
أحد أبناء سلطان التركي عبد الحميد. تعرف لما بيصير في انهيار لدولة لسلطنة لا صح ولا لا؟ شو بده يصير في أولاد كلها زعماء؟ يا بتأكلوا يا بهربوا يا بتشردوا يا بياخذوا ايش؟ أشغال متواضعة جدا. ايش بس عاديين؟ داود الملك فهمنا آخر عظمة، سليمان لسه عظمة أكثر، وعقود تجارية وعقود ثقافية وزيجات مع الوثنيين قد ما بدك، إنما إيه على حساب مين؟ حساب الشعب، ضرائب وكذا. مين بيجي بعد سليمان؟ راح بعام. وراح بعام على ما يبدو، هاي بقولها بنوع من الدعابة يعني بدون مؤاخذة، راح بعام كان مع الاحترام للجميع فرش يقفل، بديش اقول بالعربي الدارج سطل يعني بدون مؤاخذة، يعني ما زبطتش معاه سح سح بقول وطالع لابوه مسكين كان على عهده ايش صار؟ قسم انقسمت المملكة صارت مملكتين، والعرب عربين، واليمن يمنيين، والفيتنام فيتنامين، كل وين راحت كل هالاموال وهذا الشعب اللي ناقم عليهم وكل هالضرائب اللي الشعب مش قادر يتحملها وما فيش ما فيش هالذكاء، ما فيش هالحزم، ما فيش قوة الشخصية اللي يمسك كل هالشعب فراحت. تنسوش طبعا سليمان 900 قبل الميلاد، ب900 سنة بتتغير احوال ولا بتتغير؟ تتغير كثير. صفى احد ابناء سلالة داود هيو نجار، برضو انسان شريف، مهنة شريف. تفضل. ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. يوه 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 امرأته المخطوبة. شو بهدري ماما ولا ايش؟ طب ما هي يا مخطوبة يا متجوزة ولا لا بابا؟ لا. كيف زوجته المخطوبة أو خطيبته المتجوزة؟ هاي ما بتدخل بحقلنا اليوم. بس زي ما تفضلت إحدى الأخوات هون، كان الكتابة كتب الكتاب هو عقد زواج، زي مجرد ما الواحدة تخطب عند اليهود، وأيضا العالم الإسلام كتب الكتاب شرعا هي تعد زوجة. عشان هيك بقول زوجها مريم، زوجها عفوا يوسف، يعني ايش زوجها؟ يعني الطيب، يعني اللي مكتوب كتابه عليها او العكس. تفضل. وبينما هما هناك تمت ايامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمضته وأرجعته في المذود اذ لم يكن لهما موضع في المنزل. بقول لك في ناس بقول لك اجت والله جابها ولدت ابنها البكر، معنى انه بعد المسيح ولدت غيره. وهذا كلام غلط. لأنه ماذا تعني البكر؟ الأول. هلا لما الواحدة بدها تولد أول طفل إلها شو بقولوا عنا؟ هاي بكرية. بكرية يعني راح تولد بعده ولا ما تولد؟ شو بعرفنا؟ المهم ما فيش قبله. لا لما نقول الأول مش ضروري يكون في تاني، ولكن اكيد انه ما فيش حدا قبل. ولدت ابنها البكر. طب ليش بقول بكر؟ حتى يفهمنا كمان مره انه هي لم يسبق لها لا تزوجت ولا ولدت. ليش بقول البكر يا ابونا؟ ليش مصر على البكر؟ لانه البكر في العهد القديم ولليوم عندنا، يا ابو فلان يا ابو فلان،
لليوم البكر له ايش؟ مكانة خصوصية. البكر له مكانة خصوصية لأنه عن طريق هذا البكر صير عندنا الأبوة، صير عندنا الأمومة، صح ولا لا؟ لما يجي الطفل الثاني أو الثالث خلص بنكون دخلنا في الأبوة، دخلنا في الأمومة. التأثير والتأثر الأول إمتى بيكون؟ لا الطفل الأول بيتحول الإنسان من السيد فلان إلى أبو فلان أو أبو فلان. إذا البكر من مصر كمان في العهد القديم الشعب العبري اعتبر نفسه بكر الله. إفرائيم بكر لي، أليس إفرائيم ابنا لي بكرا؟ طيب ولدت ابنها البكر ف حمضته وارجعته في المجبر إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. لازم نروح على نابلس نقرأ كتابات القديس يوستينوس، ولد نحو سنة 90 ميلادي، الحساب الميلادي، استشهد في روما سنة 165 الحساب الميلادي، اللي بقولنا المسيح ولد في مغارة. في الإنجيل الطاهر مش مكتوب مغارة بشكل مباشر، اللي بيقولنا إياها مباشرة هو مين؟ القديس يوستينوس. القديس يوستينوس. بس كيف بنعرفها بشكل غير مباشر؟ من كلمة المذود. بعرفش إذا بتتذكروا عمر من لقاءات سابقة كلمة المذود كم مرة تتكرر في هذا الفصل الثاني من إنجيل لوقا؟ ثلاث مرات. قديس لوقا مصر، تعرف كيف؟ زي الاسطوانة اللي بتدقر، بتدقر على ايش؟ الطفل المذ بعرفش يقول المضجع الا وين؟ في المذود، في المذود، في المذود. زي ما بقولوا عندنا بالانجليزي زي انشيج، كون وغير، تنكل لك في المذود. طب ليش في المذود؟ هل عندكم فكرة؟ سؤال بريء زي كل أسئلتي. ليش القديس لوقا ينصر؟ مش بس لأسباب دينية بل لأسباب علمية روحية عميقة جدا على كلمة المذود. المذود، المذود في اليوناني فاتني، فاتني. مين عنده العهد القديم والجديد؟ إذا نفتح سفر أشعياء الفصل الأول الآية الثانية على إيدك اليمين، لأنه بداية الكتاب. مين بحب يقرأ لنا إياها؟ رؤيا إشعياء بن عاموس. سنة هي هذه أن العذراء. لا هاي 7:14 أن العذراء تحت. لا إحنا بدنا نشوف إيش قلنا؟ إشعياء الفصل الأول الآية الثانية. رؤيا إشعياء، مين بيقرأ لنا إياها؟ رؤيا إشعياء بن عاموس، عاموس بالصاد. أغلبك تعطيني الإصحاح الأول عدد 2. نعم إشعياء. لا بحك قال لي يا أبونا آخر مدة بطلت أحكي كلب من الواو بعيد. قلت له أنا لليوم بحكيش وأنا بعرف أمين. لا بالأردن حيوة. اسمع آية السماوات آية 3 معلش يلا حك أحسن مني. الثور يعرف قانيه والحمار مهلف صاحبه. الحمار يعرف معلف صاحبه. ومنكمل الآية زي ما تفكرنا. أما إسرائيل فلا يعرف
شعبي لا يفهم. نعم. إذا خلينا نرجع على أول آية ثلاثة لطفاً. الثور يعرف قانيه. طبعاً هذا مكتوب بأني لغة؟ عبري. وبعدين ترجم لأني لغة؟ القرن الثالث قبل الميلاد. ترجم لليوناني. لحد هلأ مع الثور لولا شوي بنروح على فرنسا على اسبانيا وصار على التيران. طبعا هذا بس للفكاهه يعني. الثور عرف قانيه. قانيه يعني صاحبه اللي اشترى. طيب. والحمار معلف صاحبه. معلف بالترجمه اليونانيه السبعينيه مذود. شو هي الكلمه؟ فرني. هذه نفس الكلمة اللي في الترجمة السبعينية لهذا النص العبري. فتني أشعيا 1:3 يرددها مين؟ القديس لوقا. كم مرة؟ 3 مرات. وقلنا في الفتني فتني فتني 3 مرات رساش 3. طيب هلا اذا الذي هو صاحب المعلف هو صاحب الثور وصاحب الحمار يعني هو السيد هو رب البيت. اذا من في المعلف هنا؟ هو السيد هو رب البيت. فتني. اذا شو بقول؟ لأنه لم يكن لهما موضع وين؟ في المضافة. في بعض الترجمات بالعربي يقولوا لنا في الفندق. في الفندق حتى اللغة الأرمنية أخذت كلمة فندق لأنه من اليوناني باندوكيون اليوناني اللفظ القديم باندوكيون. باندوكيون تعني مكان استقبال الجميع. باندا الجميع ذوكين استقبال استقبال الجميع. طيب هلا لم يكن لهما موضع في المضافة. تعرف كلها ناجين للإحصاء. هاي الكلمة اليونانية كتالمة نطلع على الإنجيل المقدس وين منلاقيها؟ تذكروا العلية اللي المسيح قام فيها العشاء الأخير العلية. شو الكلمة باليوناني؟ كتالمة. نفس الكلمة. لم يكن لهما موضع في المضافة ستجدون مضافة مفروشة مهيئة. المسيح اللي ما كان لوش مكان في المضافة يفتحوا له مضافة في أورشليم. هاي هي العلية. مين كان صاحب هاي العلية؟ مريم ام مين؟ يوحنا مرقس. مين هو يوحنا مرقس؟ البشير البشير البشير. انهي هون التفسير. طبعا تفسير سريع مقتضب غير كامل للإنجيل الطاهر. وأرجو لكم مش أتمنى لكم عيدا سعيدا لا، لأنه بالعربي تمنى يعني ترجى شيئا لن يحصل أو صعب يحصل. ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نتمنى لكم أعيادا مباركة. لا يا حبيبي ما تتمناش، نرجو لكم. نأمل. خطأ شائع. خطأ شائع. إذن أرجو لكم أعياد ميلادية مجيدة وسنة سعيدة جديدة ولسنين عديدة. يا سيد إسبولايتي زيتوتا وشكرا.